تظاهرات المزارعين في فرنسا تتواصل، وعشرات من الجرارات الزراعية تحركت وأغلقت الطرق في العديد من مناطق البلاد. المزارعون المحتجون طالبوا الحكومة باتخاذ تدابير لحماية القطاع الزراعي من المنافسة الأجنبية والنظر في ارتفاع التكاليف ومستويات الدخل المتدنية لهم. المحتجون وضعوا حواجز من حزم القش ومخلفات زراعية وحيوانية أمام المقار الحكومية، فيما وصفت وسائل إعلام فرنسية أن هذه أول أزمة كبرى يواجهها رئيس الوزراء المعين حديثاً جابرييل أتال. في المقابل، أعلن وزير الداخلية جيرال دارمانين أن سلطات بلاده ستنشر 15,000 دركي وشرطي لمنع حدوث اضطرابات محتملة في التظاهرات القادمة، كما حدد مناطق حمراء منع المتظاهرون من الوصول إليها.